أبدى عراقيون امتعاضهم إزاء امتناع المصارف اعتبارا من أول الشهر الجاري عن صرف الحوالات المالية بالدولار أو رواتب الموظفين التي يتقاضونها بالعملة الأمريكية، وذلك بموجب قرار صادر عن البنك المركزي العراقي. ويلزم قرار البنك المركزي المصارف بأن تسلم مبالغ الحوالات والرواتب بالدينار العراقي وبسعره الرسمي الذي يقل عن مثيله في السوق الموازية. كذلك يقتصر سحب العملة من أجهزة الصراف الآلي على الدينار فقط دون السماح بصرف أي عملة أجنبية. وجاء هذا القرار ضمن حزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي لضبط سعر العملة المحلية العراقية، لكن موظفين اعتبروا هذا القرار مجحفا بحقهم على اعتبار أن الموظف العامل بالعراق يخسر خسارة فادحة نتيجة الفرق بين السوق الرسمي والموازي. أي دولة بالعالم من اقتصادها أنه اللي تريده أنه يوصلها دولار، والسبب أن دولار أو يورو أو عملة مثل ما نقول قوية، أما من يوصلها دينار قيمته قليلة، هذا المواطن حتى ما توفر له سبل العيش. الموظف العامل بالعراق جاي يخسر خسارة فادحة نتيجة للفرق ما بين السوق الرسمي والموازي، بالتالي لازم القرارات اللي تصدر هي قرارات منصفة للعامل وليست ضده. اليوم عملية التحويل إلى الخارج وعملية استقبال الأموال من الخارج في حال ما تمت بسعر 132 وفي حال ما تمت بالعملة المحلية وما وصلنا الدولار، أكيد هذا الأمر حيسبب خسارة وضرر كبير بالنسبة للموظف. إحنا كعراقيين نعم مع تعويم الدينار العراقي وتغليب على الدولار، لكن عندما تكون صاحب الشركة مضطر لتصريفها بالدينار العراقي ويصير عندنا فرق 20,000 بكل راتب أو بكل ورقة، وأبو الشركة احتمال يهرب من العراق، لا، هاي اجدولها استثناء وقرار معين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.